خلينا بقى نروح بعد كده الخبر اللي معانا خاص بستيفان شعراوي، وهذا اللاعب يعني اللي هم بيسموه برضو الفرعون الصغير. ليه؟ اللي هو إيطالي طبعا، بينحدر من أصول مصرية، عشان كده هم سموه بهذا اللقب يعني، أو أطلقوا عليه هذا اللقب ستيفان. المهم أنه هو ساهم في فوز فريقه نادي روما على ساسلو 2-1، ده في المباراة اللي جرت بينهم ضمن طبعا منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. اللي حصل أن ستيفان اقتنص هدف الفوز في الوقت زي ما بيتقال عليه القاتل، كانت بتسديدة فعلا كانت مذهلة جدا، اصطدمت الكرة بتاعته بالقائم الأيمن اللي هو كان بعيد قبل ما تدخل في شباك ساسلو، وقدم زي ما بتقال الفرعون الصغير هدية ثمينة لمدربه البرتغالي خوسيه مورينيو بمناسبة مباراته هنا ليو بي ليا رقم 1000 في مسيرته التدريبية، وده خلى مورينيو أكيد يحتفل بالهدف، يعني زي ما بتقال كده احتفال جنوني، ووصفه بالهدف المذهل. وبكده نقدر نقول إن حقق روما انتصاره الثالث على التوالي، وبيتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد هنا 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الثنائي ميلان ونابولي صاحبي المركز الثاني والثالث في الترتيب.